الناس اللي غادي يكونوا يعني في هذه الحالة ربما المداخل ديالهم غادي تقل، وبالتالي حنا يعني تحدثنا على يعني القروض البنكية، سواء قروض الاستهلاك أو القروض ديال العقار. أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب عن البدء في تأجيل دفع أقساط القروض ابتداء من يوم غد الاثنين 30 مارس 2020، وذلك بطلب من المستفيد. كما أعلنت عن تخصيص تخطي تمويل جديد لفائدة المقاولات والشركات المتضررة من الوضع الحالي. وجاء في بلاغ المجموعة أنه تقرر تأجيل جل الاقتطاع بالنسبة للأسر والمقاولات ابتداء من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن يقدم المعنيون طلباتهم إلى مؤسساتهم البنكية، على أن هذا التأجيل في الاقتطاع لن تشمله فوائد التأخير ولا الرسومات. كما قررت المجموعة المهنية لبنوك المغرب إطلاق خط تمويل لفائدة المقاولات المتضررة والتي تعاني صعوبة في دفع أجور مستخدميها والتزاماتها المالية. وقال البلاغ إن بإمكان هذه المقاولات الحصول على قرض إضافي ممول من ضمان أكسجين للصندوق المركزي للضمان لإنعاش السيولة النقدية للمقاولات، وأن الاقتطاع من هذا القرض لن يبدأ العمل به إلا في متم الشهر المقبل. كما اقترحت البنوك المغربية على المقاولات التي تجد صعوبة في سداد ديونها قرضا تمويليا جديدا على المدى المتوسط تصل مدة سداده إلى 5 سنوات. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.